بعد قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتح باب التسجيل للحج لفئة غير محددي الجنسية، أعلن مكتب شؤون الحج عن تسجيل 1300 طلب وفقا للشروط التي تم الإعلان عنها مسبقا، فيما تم رفض طلبات من سنحت لهم الفرصة بالذهاب إلى الحج العام الماضي. تم فتح الرابط وتسجيل الحجاج للعدد 1300 حتى يتم، نحن نحتاج 1000، سجلنا 1300، لربما يصير في إلغاء أو يصير في أي عملية من هذا النوع، أو أحد الحجاج سجل بعدين أراد أن يلغي تسجيله يكون في عدد آخر. ستكون الأولوية وسنقبل إن شاء الله الذين لم يسبق لهم أداء الحج، لأن من سبق لديه أداء فريضة الحج أخذ فرصته. نبي الناس اللي ما أخذوا فرصتهم هم اللي يحظون بالفرصة في موسم حج هذا العام. أقل سعر تقدم لنا 900 دينار، وستقوم الوزارة بدفع 500 دينار بالتنسيق مع الأمان العام والأوقاف بيت الزكاة، وسيقوم الحاج بدفع 400 دينار. المواطنون رحبوا بهذا القرار مؤكدين أن الحج حق مشروع لكل إنسان. مبادرة وايد حلوة كانت من الوزارة أن تخف على البدون، خصوصا أنهم يعني في حالة مو مثل المواطن الكويتي. مبادرة وايد حلوة، نشكر فيها الوزارة. فكرة جيدة أو ممتازة أساسا، مو جيدة، أن خفضوا هذه الأسعار، خلوها بحدود 400-450 أو 500، ما نعرف المبلغ بالضبط، ولكن فكرة صراحة يشكرون عليها ويعطيهم العافية. نشكرهم، نشكر صراحة وزارة الأوقاف على ما قدموه من تسهيلات للحجاج البدون. يعني المفروض تتم التخفيضات، يعني السعر مثل ما يقول مبالغ فيه، يمكن واحد يروح يعني دول أوروبا وهذا يدفع أقل من المبلغ اللي قاعد يدفع الحين في رحلات الحج. والله يعطيهم العافية ما قصروا، بس احنا كنا نتمنى أن ينزلونا على كل الناس، لأن هذا شيء واجب على المسلم أنه يسويه، ولازم ينزلون الأسعار. بداية حق كل المسلمين الصراحة، يعني في ناس مو مقتدرة أكثر من البدون، يعني هم في كويتيين يعني يودهم أن يروحون العمرة والحج، الحج خصوصا لأن تكلفته عالية.